معايا على التليفون دلوقتي المستشار احمد مكي وزير العدل السابق. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. سياده المستشار تعليقك على حركه تعيين رئيس محكمه النقد، النيابه الاداريه، المحكمه الدستوريه العليا، كل الناس بتؤكد انه تم تخطي الاقدميه في هذه التعيينات، تعليق حضرتك يا فندم. يعني الاصل ان يستقل القضاء، يعني مؤدى ان القضاء سلطه مستقله انها مستقله عن السلطه التنفيذيه. والامل اللي كنا بنطمح اليه ان القضاء تختار رئاستها بنفسها من خلال الجمعيه العموميه. ايوه. ودي قاعده قررت منذ سنة 1875. أيوة. مع إنشاء المحكمة المختلطة في مصر، وجاهد القضاة المصريين في سبيل الوصول إلى هذه الغاية، إلى حد أنهم كانوا بيطالبوا أن المحاكم الابتدائية نفسها، مش الاستئناف ولا النقض، المحاكم الابتدائية تختار رئاستها. وده بمناسبة مناقشة قانون 66 43 اللي هو قانون السلطة القضائية. لكن للأسف احنا خرجنا عن كل الأصول وصارت السلطة التنفيذية هي التي تختار القضاء. طب سيادة المستشار معلش، أنا عندي مشهد، عندي مشهد عايز يا سيادة المستشار، عندي مشهد عايز أفهم تفسيره من حضرتك. يعني شفنا يا فندم وقفة القضاء أيام مبارك والأسرة. أيوة. القضائية بالكامل واقفة في الشارع. أيوة. بالأوشحة القضائية، أنا شفت ده بعيني. أيوة. وهي تعترض على قوانين مبارك الخاصة بالسلطة القضائية الآن. أيوة. سيادة المستشار ولسه هكمل. والآن من 2013 لحد. أيوة. النهاردة شفنا أيضا الأسرة القضائية وهي واقفة خلف السيسي. يعني بماذا تفسر المشهدين يا فندم؟ لا، طول عمر كان في مصر، حتى لو ما كانش في قضاء مستقل، ان كان في تيار قوي من القضاء المستقلين. الصدمه، انا صدمت بمناسبه صدور القانون اللي بيعطي رئيس الجمهوريه حق اختيار رئيس مجلس الدوله ورئيس القضاء ورؤساء الهيئات قبل التعديل الدستوري ده. وقد حاول نادي القضاء انه يجتمع لكن احبطت المحاوله. في ده الكلام ده كان في سنه 2017 على ما اظن، على ما اذكر. ايوه. لماذا لم نرى يا استاذ مشار، لماذا لم نرى اعتراض من الاسره القضائيه على تخطي الاقدميه وكسر الاعراف القضائيه في مصر بهذه التعيينات، مع احترامنا وتقديرنا لكل اللي تعينوا، لماذا لم نرى الأسرة القضائية تقف تعترض على هذه التعيينات كما اعترض قبل كده في 2006 تقريبا على قانون بتاع مبارك؟ عند نشأة القضاء مبار باشا قال للخديوي إسماعيل إن القضاء المصريين أفسدهم الاستبداد والفساد ونحو ذلك، وبالتالي فلازم نجيب قضاء أجانب. أنا أعتقد أن الضغط في التيار السياسي الآن هو الذي أفسد كل المؤسسات، هو اللي خلى القضاء تمتنع. مش بس القضاء، ما أنت كنت في أيام مبارك ترى أحيانا إعلام حر أو جريدة تقول رأي، أو تلاقي جماعة كفاية تتحدث أو نشاط. والقضاء بشر من ضمن المجتمع، خضعوا لما. طيب. خضع له المجتمع. طيب خليني انا اطلع لقدام مع حضرتك، يعني ما هي خطوره هذه التعيينات مستقبلا يا فندم؟ تخطي الاقدميه، كسر القاعده القضائيه، ما هي خطورتها في الامام قدام؟ خطورتها اذا استمر هذا المناخ هننتهي بان احنا لما نيجي نعمل قضاء هنقول ما فيش في مصر قضاء، ونبتدي نجيب قضاء اجانب من العالم. بعد ما كان القضاء المصري نقول ان في مصر قضاء وفيه رجال، شيئا فشيئا هذا الجيل سينقرض وحيطلع ناس
أفسدهم الاستبداد والفساد المستشري في المجتمع. طيب لعل عند حضرتك إجابة للسؤال يا فندم الخاص بالمستشار محمد خيري طه. محمد خيري طه كان أقدم الأعضاء المرشحين للمحكمة الدستورية. ومحمد خيري طه المستشار محمد خيري طه كان يعني الرجل مع السيسي وأصدر الحكم بتاع تيران وصنافير في صالح السيسي أو في صالح رؤية السيسي. طيب لماذا لم يتم تعيينه وتم تخطيه؟ يعني أنا ما عنديش معلومات عن أشخاص أقدر أجاوبك على السؤال، لكن هي الفكرة مدام السلطة التنفيذية عاوزة تسيطر لازم تقول أنا قادرة وأنا في عندي أكثر من خيار، مش هتستسلم لقاعدة. طيب يعني عشان تفرجنا قدرتها على التخطي تحطيم القواعد وهكذا يعني الحكم الفردي. طيب استاذ بشار اللي حضرتك قلت لي انه يعني تعبير كده اللي قاله نبار باشا قضاء افسدهم النظام العام يعني الاستبداد. الاستبداد. طيب ما هي خطورة يعني ظاهرة القضاء اللي أفسدهم النظام على المواطن العادي؟ خطورة فساد المؤسسات عموما. الدولة هي مجموعة مؤسسات، سواء كانت البرلمان، الصحافة، القضاء، السلطة التنفيذية نفسها لا تعدو أن تكون إحدى المؤسسات. أما نبقى في وهذا مصدر قوة الدولة. على فكرة نشأة استقلال القضاء كانت في ظل رغبة في أن تنهض مصر من أنها تبقى ولاية إحدى الولايات العثمانية إلى أنها تأخذ قسمات الدولة. وده الدول في ظل أحكام الفتح تزوي وتبيع قيمتها ويضيع وزناها ويضيع إن كل فرد فيها. طيب أستاذ مشار البلد كلها تضيع. أستاذ مشار يعني هناك مستشار جليل خدم عبد الناصر ثم ضرب بالأحذية في مجلس الدولة، وأيضا محمد خيري طه بيخدم السيسي ولكنه يخرج من التعيين رئيس محكمة الدستورية العليا. هل اعتاد النظام في مصر على انه يتنكر لخدمة بعض المستشارين بهذا الشكل؟ هو لازم يؤكد سلطان، ما انا ما اعرفش حجم الخدمة، لكن السلطة التنفيذية اما تحب تسيطر لازم تقول انا قادر على اني ابعد هذا واقرب هذا، والا ما يعني هذا ده بالفرد. ثم هو انا عايز اقول الحكم الفرد كمان هو نفسه ضحية الأجهزته، يعني هو بيعتمد في حكمه على تقارير وتحليات وحد يقول له أحسن ده جايز أو تردد في التأييد. ما أقدرش أعرف ماذا يجري في دهاليز السلطة حين تصبح الدولة. ما سيادة المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ربنا يديك الصحة وبشكرك جدا يا فندم.